صباح الخير سلمى. صباح الخير والمطر، يسعد صباحك نور. يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية. يسعد صباحكم، صباح المطرات الحلوين والخير، الله يبعث الخير لكل البلد يا رب. نحن بالعشر الأخير من شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة، نتمنى هالشهر فعليا يحملكم الخير والبركة والراحة البال والرحمة والرزق الكتير لكل الناس. يمكن بنطلب بهالشهر الفضيل انه كل الناس اليوم تكون سند لبعض، تحب بعض قد ما فيها. بنطلب يمكن من التجار شوي يرحمونا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية، لأنه الغلاء الكبير اليوم والفرق الكبير بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك صار كبير على كل الناس يعني. فمطلب شوية رحمة، لأنه نحن بشهر الرحمة والغفران. محطاتنا لليوم عديد ضمن رحلتنا الصباحية، لكن كل عادي بدي ارجع اصبح عليك. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك عن جديد نور، صباح الخير اكيد، صباح المحبة والرحمة والغفران والعتق من النار في العشر الاخير. ودائما بنقول الراحمون يرحمهم الله، خلينا نرحم بعض لحتى ربنا يرحمنا بهذا الشهر الفضيل. مطرت نيسان بتحيي قلب الانسان، هيك كانوا يقولوا اهلينا زمان. خلينا بهالايام نتذكر شوي من عاداتنا وتقاليدنا القديمه، قديش كنا متعاضين مع بعض. نتذكر ثقبه رمضان اللي كانت تلف البيوت بهذا الوقت، رغم كل الصعوبات والمصاعب ما زال فينا نعمل شيء بسيط بهالايام القليله اللي رح تمرق. خلينا نبلش معكم محطاتنا، ولكن مثل العاده خلينا نروح لفاصل رمضان صغير ونبلش. سلمى، يمكن كثير من العادات خلال شهر رمضان المبارك ممكن تكون خاطئه عم نقوم فيها، خصوصا خلال فتره صحيح. الافطار. خلينا نتعرف على بعض العادات الصحيه ونستبدل هي العادات الخاطئه بالتقرير التالي. تعددت العادات الخاطئة التي يقوم بها الصائم عند الإفطار، وعلى وجه الخصوص لدى المدخنين أو مرضى السكري، وفيما يلي نستعرض بعضها. أثبتت آخر الدراسات أن تدخين الصائم لسيجارة واحدة بعد حلول عد الإفطار يعادل تدخينه لعشرة سجائر بالأوقات العادية، حيث تلحق ضرراً كبيراً بجدران الأوعية الدموية، ما يفسر زيادة الوفيات المرتبطة بالقلب في رمضان. كما يعتبر كسر الصيام بالعصائر والمشروبات الغازية من أكثر العادات السيئة، لاحتوائهما نسبة عالية من السكريات والغازات التي تؤدي إلى تهيج حاد في المعدة. وينصح أيضاً بعدم شرب الماء المثلج بعد الأذان مباشرة بالشهر الفضيل، لأنه يسبب تقلصات في المعدة ويقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها. ويفضل تكون وجبة الإفطار صغيرة الحجم ثم تزيد بالتدريج، فمفاجأة المعدة بوجبة كبيرة يؤدي إلى الضغط على العصارة الهضمة ومشاكل بالقولون العصبي. ومن المهم جدا على الصائم ألا يبدأ إفطاره بالمخللات أو مشتقاتها، لأنها قد تسبب مشاكل صحية تصل لوين الحصوات، إضافة لتخفيف من نسبة السوائل بالجسم. وينصح بتناول الحلوى الطبيعية مثل دبس العنب والعسل بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار الرئيسية، حتى لا تؤدي لحرقة المري وكونها أفضل لمرضى السكري. تقبل الله صيامكم وأنتم بصحة جيدة. يعني نور، دائما بأجواء رمضان ما فينا ما نحكي عن الحلويات، وبالذات يمكن القطايف. القطايف هي من الحلويات المميزة بشهر رمضان المبارك وبحلب إلى طعمتها الخاصة. خلينا نتعرف أكثر عن القطايف بشهر رمضان بتقرير مراسلنا مصطفى كوسا. القطايف بأنواعها تعتبر إحدى أنواع الحلويات المميزة بالشهر الفضيل في مدينة حلب، كما تعد من أكثر الأنواع طلباً في الشهر الفضيل نظراً لطعمها اللذيذ وسعرها المناسب. هذا ما بصير بلا برمضان، أكلة كتير طيبة وأكلة درويشة وفقيرة وكويسة، ماشي عد العالم يعني على حجم الوضع يعني. أساس سميد وطحين وخميرة من نو فيها العجين، مو خمير كمبودر او خمير جاهز او خمير تبع فرن،
منا وفيها، غير هيك ما بنحط له. اذا ما عرفت اجن العجين نظام بيطلع معك قطايف مو كويس، بيطلع معك كاني ما في قطايف، بس عجينه مثل الخبز. القطايف لها تاريخ في حلب، حيث يتميز صناعها والعاملون بها بالمهارة والدقة في تحضير مكوناتها. جدي وأبولا جدي بيشتغل بهالمصلحة، ونحن صرنا 35 سنة بهالمصلحة هاي، وبكرة منسلمها لأولادنا منعلمهم المقادير، وكل واحد بيشتغل هو متعلم فيه، مثل ما تعلمت أنا بعلم ابني، وابني بعلم ابنه، وهيك وانت رايح. هاي المصلحة بدها دقة، يعني غلط واحد بتشيل طحي العجين لعجنته كله بتكبه، ما بسفيد عليك. وهي مصلحة بدها دقة، شغل وشطارة وفهمنة. لهذه الحلويات طعم لذيذ، وتعتبر من الأصناف الأساسية على موائد شهر الإفطار، خصوصا مع سعرها المقبول في ظل الظروف الحالية والأسعار المرتفعة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. أما هلا سلمى ننتقل لمصنع الطبي لليوم. رح نحكي عن موضوع شائع بشكل كتير كبير، عسر الهضم الوظيفي، ويمكن بشهر رمضان بيكتر بشكل كتير كبير، هو أساسا بيعطيك شعور بعدم الراحة. يمكن بعض الخطوات اللي ممكن نضوي عليها كيف فينا نخفف من ألم هيدا الشعور، وبعض ممكن الأخطاء الصحية اللي بنكون فيها ممكن يعني نتجاهلها شوي أو نبعد عنها لنقدر فعليا نكون بصحة سليمة. صحيح نور، وحسب الأحصائيات الأخيرة يعني عسر الهضم الوظيفي تقريبا منتشر بين 7-25% من الأشخاص. صحيح. بالعالم، وهي مشكلة هضمية أكثر شيوعا، ويمكن بتزيد عند خلال شهر رمضان المبارك بسبب اختلال النظام الغذائي بشكل عام، لانه كثير ناس بتعتمد وجبه واحده في الطعام، ما بتقدر تقسم او ما بتعرف تعمل نظام تقسيم الوجبات من بعد الافطار. لهيك اليوم رح نحكي بتفاصيل اكثر عن هاي المشكله وطرق العلاج وكيفيه يعني بعض الحلول لبعض الناس اللي لسه تقدر تعمل هذا النظام الغذائي الصحيح في شهر رمضان المبارك. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور منصور نصر الدين، وهو اختصاصي في الهضمية، وهو أيضا رئيس الجمعية السورية الهضمية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. هذا المرض شائع بشكل كثير كبير، وبيكتر بشهر رمضان المبارك بسبب الأخطاء أساساً اللي بنوقع فيها لغير صحية. بس قبل ما نفوت بتفاصيله وكيفية التعامل معه، خلينا نعرف شوي شو هو عسر الهضم الوظيفي. أول شيء صباح الخير سلمى، صباح الخير نور، ومن خلالك موجه تحية للإخبارية السورية. من خلال الإخبارية السورية اسمحوا لي وجه تحية لعموم الأخوة المشاهدين بمناسبة هلق شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر السعيد، و كمان عيد الفصح المجيد. بنقول لكل الناس كل سنة وأنتم سالمين، وكمان شايفين الجو الله يبعث الخير. الله يبعث الخير. نكون إن شاء الله رمضان القادم بيحمل لبلدنا الحبيب سوريا كل الخير والمحبة والسلام إن شاء الله. لو جينا للموضوع، شكرا على المقدمة جميلة. عسر الهضم شائع، ومثل ما قلت حضرتك مش بس 7-25%، ربع لثلث الناس مروا بوقت من الأوقات بعسر الهضم. فهو موضوع شائع كثير ومنواجهه، وخصوصا بشهر رمضان بسبب تبديل النمط الغذائي. للتعريف والتبسيط، عسر الهضم هو شعور بعدم الارتياح أو الانزعاج بالقسم العلوي من البطن، بالقسم العلوي يعزوه أغلب الناس للطعام. هذا عسر الهضم اللي نسميه عسر الهضم. فالموضوع الوظيفي رح نشرح عنه، بس عسر الهضم شيء اسم عدم الارتياح وليس ألم حقيقي. إنه علق بقول لك المريض أنا عم بأكل مليان بطني، عم بتصبر بطني، ماني مرتاح، عم بحس بطني عم بتمدد، في نفقة، في جوشاءات، عدم ارتياح بالبطن. هلق الوظيفي في عنا عسر هضم غير وظيفي أو عضوي بسبب أمراض عضوية، من ضمنها مثلا القرحة، التهاب المعدي، الداء القلسي،
بعض الأورام بالجهاز الهضمي، بعض الأدوية، في كثير أسباب بتسوي لنا عسر هضم غير وظيفي. الوظيفي بيكون ما في عندنا أسباب. يعني للتبسيط كمان للأخوة المشاهدين، شو الفرق بين الوظيفي والعضوي؟ لو جينا أن أستاذ مدرسة عط وظيفي لطلابه، في اثنين من الطلاب ما اجوا بين الوظيفي. الأول ما كتب الوظيفي لأنه يده اليمين اللي بيكتب الوظيفي فيها مكسورة، هذا عنده خلل عضوي، في مرض منعه من كتابة الوظيفي، هذا اللي نسميه عضوي. بس في طالب ثاني ما كتب الوظيفي وما عنده أي مبرر، ما عنده سبب ولا في عنده خلل، هذا ما قام بوظيفته. فعسر الهضم الوظيفي لما نستبعد كل الأسباب الثانية العضوية منقول هذا عسر هضم وظيفي. نعم. طيب دكتور، بما أنه عم نحكي عن الأسباب، خلينا نحكي شوي. يمكن اليوم في كتير أشخاص بنقول هدول أكثر عرضة للإصابة مثلا بعسر الهضم الوظيفي. يمكن في ناس إلا ما تمرق معها، ممكن بيقولوا مرة تخبيصة أكل، عدم التزام، ولكن في ناس دائما معرضين لهذا النوع. مين هنن وشو السبب الرئيسي للإصابة فيه؟ هلق يكثر عسر الهضم الوظيفي عادة عند الذكور أكثر، ويتقدم مع تقدم العمر، يعني عند الذكور المسنين واللي عندهم مثل ما نقول وحدي، اللي وحيدين مثلا أرمل أو أعزب أو نشوفه أكثر عنده. طبيعة الشخصية بيرتبط بالحالة النفسية شوي، يعني نعم له دور تماما. شخصية قلقة عصبية بتكون، ورغم أنه كل المرضى بيعزوا عسر الهضم للطعام، دراسات كثيرة درست كثير من أنواع الأطعمة، منها الحموض الدسمة طويلة السلسلة اللي بتأخر إفراغ المعدة، ما كان في عنا شيء واضح بهالموضوع. رغم هيك في أكلات معينة بتكون لبعض الأشخاص مش لكل الناس، يعني أشخاص هيك أشخاص هيك منعهم عنه، وبس يأكلوها بتلاقي أنه تلبك جهاز هضمي وشعروا بهالأعراض اللي هي بتكون مزعجة ومقلقة، يعني ما بتخلي نوعية الحياة بتكون مزعجة وليس ألم حقيقي. عشان هيك من هون ندخل على كيف بدنا نعمل العلاج. بس قبل ما نحكي عن العلاج، يعني حكيت بعض التفاصيل المهمة اليوم لما نحكي عن عسر الهضم الوظيفي، اللي هو مش ألم، هو عدم ارتياح، فلهيك بتشابه مع بعض الأمراض أو الاضطرابات الأخرى. شو المؤشر اللي أنا بدي أقول إنه هيدا الشخص عنده عسر وظيفي قبل ما أخذ بالعلاج مشان ما يصير في اختلاطات؟ يعني أحيانا بيقول لك تشنج بالمعدة أو قولون أو مثلا عندي مشكلة بالأمعاء، لا، بنقول هيدا عنده عسر هضم وظيفي، فعليا في عدة مؤشرات فينا نسلط الضوء عليها. تماما. هلق يفترض، حكينا الموضوع قبل، برافو عليكي، العلاج بالآخر، التشخيص هو المهم. مثل ما قلت دوما بنبني التشخيص على شيء نسميه التشخيص التفريقي. بالنسبة لعسر الهضم الوظيفي يقوم التشخيص على استبعاد الأمور الأخرى. يجب استبعاد كل الأمور الأخرى. في كثير بتحس انه مثلا ما انه مرتاح، يعني عنده عدم راحة بأعلى البطن بنقول. نعم. هلق مثل ما حكيت ببداية التعريف انه عسر الهضم هو عدم ارتياح بالقسم الأعلى من البطن. هل هذا يشخص دوما عسر الهضم الوظيفي؟ لا طبعا، في عنا أمراض كثيرة من ضمنها مثلا القرحات الهضمية بتساوي عسر هضم نسميه قرحي. في عنا مثلا عسر الهضم بسبب العصبي، ممكن يكون من هاي الأمراض؟ اي طبعا. هاي اللي عم نحكي، يجب استبعاد الأمراض الأخرى مثلا بعض الأورام اللي بتكون بالمعدة أو بالاثنى عشر أو بالبنكرياس، ممكن انه تساوي هلس الشعور بالثقل. الأدوية اللي بيستخدمها بعض الأشخاص، بيستخدموا أدوية مثلا، في أدوية شائعة مثل الأسبرين مثلا، في بعض الناس بتناولوا الكحول، في بعض أمراض مثل الداء السكري بنشوف عندهم، بعض الأمراض القلبية أحيانا بتسوي لنا هالشكل من عسر الهضم. في ناس بتاخد دواء للمعدة كمان بتأثر؟ يعني في ناس مثلا تلاقيها بشكل روتيني بتاخد دواء للمعدة ولا ما لها علاقة؟ اسمحي لي لأكمل بس الفكرة. يجب إذا شخصنا عسر الهضم الوظيفي أن نستبعد كل الأمور العضوية، يعني يقوم التشخيص على استبعاد كل الأمور العضوية، ويعني يقوم ذلك بالفحص، بأخذ قصة سريرية واضحة، بعدين الفحص، بعدين إجراء بعض الإجراءات التحاليل المخبرية، ممكن نساوي تصوير إيكو لاستبعاد مثلا الكتل والأورام واضطرابات الكبد، خلل
حصيات المرارة أو ما شابه. وبالإضافة إلى ذلك ممكن نساوي تنظير هضمي علوي لنستبعد الكتل والأورام، وأحيانا نأخذ خزعات. لما ننفي كل الأمور اللي هي نسميها عضوية نقول هذا عنا عسر هضم وظيفي، فأصبح التشخيص يقوم بنفي الأسباب العضوية. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك حكيتيه اللي هو حبة حماية المادة اللي بيستعملوها كل الناس كثير بشكل كبير، هلا استعمال خاطئ وهذا صح. يجب تنويه له بشكل منيح. سابقا مرت فترة كنا نقول إنه هذا الدواء ما له تأثيرات جانبية وممكن استخدامه لفترة طويلة، لكن لا، اللي صار واضح تماما طبعا بال 2007 عملوا دراسة باليابان، بعدين ثبتت الأمور بعد 2016 بعدة دراسات إنه هذا الدواء اللي يسموه حماية المعدة استعماله المديد ولفترات طويلة له تأثيرات جانبية، من أهمها إنه بيزيد نقص التروية القلبية وقوت الاحتشاءات، بيزيد الألزهايمر الديمنشيا، بيزيد الإصابة الكلوية، بيزيد تخلف العظم، فأسباب كثيرة سيئة. مشان هيك ما بنصح حدا أبدا يأخذه إلا بإشراف طبي، وفي حالات نحتاج أن نعطي فترة طويلة يجب أن تكون بإشراف طبي حتى يستطيع الطبيب يعطي برنامج ويخفض الدواء بشكل تدريجي، ومنوصل لشيء نسميه باللغة الطبية المينتيننس، يعني الجرعة الداعمة. ممكن نضلنا على حبة مثلا أسبوعيا، أما بشكل يومي ولا فترات طويلة طبعا بيحمل خطورة وهذا الشيء سيء جدا، ننهي عنه بشكل مطلق. نعم. طيب دربي، ما أنه حكينا عن عصر الهضم الوظيفي، في كتير مشكلات صحية بيكون نصف الحل هو أسلوب الحياة، يعني أنا شو باكل شو بشرب، العادات الصحية اللي بتبعها بتخفف من هذا الشيء تكون هي نصف العلاج، والنصف الآخر البعض بيحتاج لأدوية يعني بتكون ملازمة. بهذه الحالة بعصر الهضم الوظيفي كيف بيتكامل طبعا أسلوب الحياة مع الدواء؟ ممتاز. يعني حجر الأساس بالعلاج هو تغيير نمط الحياة من الحمية بالإضافة إلى الاسترس والشدات تجنب الانفعالات وإلى آخره، بالإضافة إلى بعض الأدوية اللي ممكن تكون إلى دور مساعد. تغيير النمط الغذائي يعني بيحكي لك مثلا التدخين، الكحول. يفترض أنه في كثير ناس من المرضى بيقولوا لي أنه صعب أقطع التدخين، فيها لك برامج وفيها وعن طرق بتخلي الواحد يقدر يستغنى عن التدخين. تناول الكحول كمان ممكن أنه نتجنب، وبعض الأدوية اللي ممكن تكون إلى تأثير سيء نستبدلها. في ناس مثلا بياخذوا بعض الأدوية للمفاصل وهي قد تؤدي إلى أعراض عسر هضم بسبب دوائي، كان يجب أنه نتجنبها. أحيانا شائع ببلدنا اللي نسميها المنحنية البوابية أو الحلزونية البوابية، هي لازم أنه نتأكد أنه مو موجودة، وإذا موجودة بنعطيها كورس علاجي لا نجتبته، لأنه يعني متهمة بإجراء بإحداث أورام غير حميدة بالأنبوب الهضمي، فإذا كانت موجودة يجب أن نعالجها. طبعا تخفيف الشدة والقلق، ما في عنا بالنسبة لعسر الهضم شخصية معينة، يعني هلق في عنا بعض المرضى تكون لهم كاركتر معين، هذول لهم بعض المرضى مثلا الكئيبين بيدخلوا بتشنج القولون وما شابه. بالنسبة لعسر الهضم الوظيفي ما في كاركتر معين، ولكن أغلب المرضى بيكونوا نمطهم قلق، يعني نيرفس، يعني عصبي قلق، بيحربس كثير، بيفكر كثير. بدنا نحاول أن كثير نقول لهم المثل البسيط اللي بيقولوا طنش تعش تنتعش، يعني خفف الشد والقلق. بعدين نجي عاد لبعض الأدوية اللي هي إلى تأثير مساعد وداعم، إذا بتحبوا يعني بنذكر بعضها. مثلا ممكن انه نستعمل بعض الادويه اللي بتسرع افراغ المعده، الدواء اللي بنسميه الميتوكلوبراميد اللي هو دواء بنستعمله كثير للاقياء، فهذا بيفرغ المعده، مثل الدومبيريدون، وانا عم بذكر اسماء علميه مشان ما يكون في شيء تجاري. الدومبيريدون كمان بيسرع افراغ المعده، فبيروح حس الامتلاء اللي موجود، بيروح الجشاءات، بيروح القرف وعدم الارتياح البطني. أحيانا نحتاج لنعطي بعض الأدوية اللي هي حالة للقلق إلى فعل مهدئ، وهيك عند بعض الشخصيات كمان. أحيانا إذا مثل ما قلنا إذا لقينا في شك بوجود المنحنية البوابية بنعطي كورس علاجي مع
مثبطات H2 أو أحيانا نعطي مثبطات المضخة اللي هي الأدوية الباقية للمعدة إذا كان في عنا أعراض، لأنه أحيانا بتقلد الأعراض، بصير عنا حرقة وحموضة وبتقلد الأعراض العسر الهضمي القرحي بشكل كبير، يعني بصير عنا ألم صباحي وفارك ومع حس حموضة وبيرتاح على الأكل وبيرتاح على الأدوية، فينا نعطي كورس علاجي مضبوط وليس دواء لا على التعيين خد دواء وفل، نعم نعطيه الدواء مضبوط ومراقب من الطبيب ونسحبه بشكل منيح مشان نضلنا محافظين على صحة كويسة ونتائج جيدة بالعلاج من غير ما أنه ناخذ سيئات أو تأثيرات جانبية للدواء. أكيد هي أهم شيء استشارة الطبيب لكيفية العلاج الصحيحة. خلص وقتنا معك دكتور، وأكيد نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك نور. شكرا. شكرا سلمى، تشرف دوما. شكرا لك دكتور لكل المعلومات القيمة دائما بتمنحنا إياها. شكرا لك ورمضان كريم ينعاد عليك يا رب. رمضان كريم عليكم. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ نور صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز الهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أعربت سوريا والسعودية عن ترحيبهما بإجراء نفي الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، مؤكدتين أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته. وجاء في بيان صحفي مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد إلى المملكة العربية السعودية في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما يعنيه خدمة قضايا أمتنا العربية وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودية. قام وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد بزيارة للمملكة العربية السعودية، وأضاف البيان إن جلسة مباحثات عقدت بين الجانبين جرت خلالها مناقشات الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها بما يحقق الخير للشعب السوري. ولفت البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري. الروسية أن موسكو أخطرت واشنطن بعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في مقاطعة استرخان جنوبي البلاد. الخارجية الروسية كشفت بأنه ليس لدى موسكو أي موقف من مسألة تسريب وثائق البنتاغون، وهي لا تستبعد استخدام لتضليل روسيا، مضيفة أن وزير الخارجية سيرجي لافروف لم يتلقى تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جلسات مجلس الأمن. كما أكدت الخارجية الروسية أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية وصواريخ الدفاع الجوي يهدد حركة المرور الجوية العالمية. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة في البلاد إلى تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي. الرئيس الصيني أضاف أنه من الضروري تعزيز الاستعداد للقتال الفعلي والتزام بالتدريب الهادف إلى القتال، وأن الجيش يجب أن يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا. كما شدد شي على أهمية تعميق البحث في مجال الشؤون العسكرية وتحديث التكتيكات وأساليب التدريب. وفي خبرنا الأخير، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الشخص الذي يقف وراء التسريب الهائل لوثائق عسكرية أمريكية سرية عمل في قاعدة عسكرية ونشر أسرارا حساسة تتعلق بالأمن القومي في مجموعة على الإنترنت. ويحقق البنتاغون في تسريب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية خطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها، مشيرا إلى أن الوثائق المؤرخة في أوائل آذار نشرت على قنوات موالية للحكومة الروسية على تطبيق تيليجرام. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى.
شكرا لك من غرفة الأخبار، ويسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا لكل يلي انضم لنا بمساحتنا الصباحية لليوم. ومثل ما كنا عم نحكي نور، معنا محطات عديدة متنوعة. قبل شوي كنا عم نحكي المحطة الطبية، أما هلأ لوين رح نروح؟ هلأ رح نروح لمساحة أخرى ضمن رحلتنا الصباحية، ورح نحكي عن أهمية اللعب عند الأطفال. بنعرف قديش اللعب هو مساحة للتسلية والترفيه لكل الأطفال، لكن كمان له أهميات في تنمية وتطوير مهارات الأطفال. خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. يعتبر اللعب وسيطاً تربوياً يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة، وقد أثبتت الدراسات التربوية القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة وتطوير مهارات التواصل عند الطفل إذا ما أحسن استغلالها وتنظيمها. ويسهم اللعب بصورة فعالة بنمية الجانب العقلي للطفل، نمو قدرته على الكلام الذي يتعلمه من والديه وأقرانه، تنشيط ذاكرة الطفل، واكتساب القدرة على التخيل. طبعا نور، مثل ما تابعنا بعض المعلومات عن أهمية طبعا اللعب عند الأطفال، وخلينا نتعرف أكثر على استراتيجية التعلم من خلال اللعب عند الأطفال وأهميتها وفوائدها. رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة دينا حماشي، مديرة روضة أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا رب يسعد صباحكم، رمضان كريم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف قديش اللعب مهم للأطفال وبيعطيهم مساحة كبيرة من التسلية والترفيه، بس خلينا نحكي عن استراتيجية التعلم باللعب، شو مهمة؟ هلا هي الاستراتيجية تعتبر من أهم الاستراتيجيات التعليم الحديث، وهي جزء من منهج مونتيسوري. صراحة حققت نجاح كبير مع الطفل، لأنه قدرنا بطريقة معينة نوصل المعلومة للطفل بطريقة كتير كتير بسيطة وكتير كتير حلوة، وقدرنا ننمي له مهاراته الإبداعية وقدراته العقلية بشكل أكبر بعيداً عن التحفيز والتلقين. طيب كنا عم نتابع وهلأ عم نشوف ونحن عم نحكي مع حضرتك بعض المشاهد للأطفال وهن عم يلعبوا. خلينا نقول إنه في استراتيجية بتتبوى من خلال الأعمار، من خلال نوعية الألعاب أيضاً، نحكي عنها أكثر. يعني اليوم الألعاب تتناسب مع الأطفال ولا لا؟ أنا مثلاً في سن معين لازم هاي الألعاب معينة بتحفز عندهم التفكير، ألعاب تانية لأعمار أكثر، نشرح شوي الاستراتيجية. تماماً. هلا نحن الألعاب عنا ألعاب حركية، عنا ألعاب بدنية، عنا ألعاب استكشافية، ألعاب لغوية. كل مرحلة إلى ألعاب الخاصة. هلا أنا ما كتير بفضل الألعاب الجاهزة، دائماً بحب الألعاب المبتكرة، إنه نحن حسب وضع الطفل، سلوك الطفل ممكن نبتكر اللعبة. عنا الطفل الصامت اللي هو بيراقب من دون أي شيء، بس بنفس الوقت تفكيره جاهز، عم ياخذ المعلومة بطريقة صح. والطفل الحركي اللي هو طول عم يتحرك، هذا حصرا احنا ما بصير نقوله عود شوف شو عم نعمل، هو لازم يشوف اللعبه وهو عم يتحرك بياخذ المعلومه بطريقه اسرع. يمكن يعني كل لعبه حسب نحن بنعرف، في طفل حسي في طفل بصري، اللعبه بتنمي مهارات حسب الطفل شو هو، حسب الاعمار وحسب السلوك. تمام. طب خلينا نحكي قديش مهم فعليا اليوم التعلم باللعب لتنميه هي المهارات. يعني الى كثير نحن عم نشوف بعض المشاهد عبر الشاشه جهات كيف عم تنطبق طريقة اللعب والتعلم من خلال لعب، قديش مهم في تنمية وتطوير مهارات الطفل. يعني احنا بنعرف اليوم مناهجنا عم تتجه نحو هيدا الموضوع، لانه قبل عم نشوف فيه مباشرة وتلقين وحفظ بالتعليم دون فهم، هون لا، الاعتماد على الفهم، على تحريك، يمكن فينا نقول كل هي التفاصيل عند الطفل. تماما. هلا هي اول شغله وبعتبر انا اهم فائده بتعلمه النظام، الالتزام بالانظمه. يعني احنا المثل لما اللي بتدخل وجايبه مع الادوات وبدها تعمل لعبه، فهي بتشرح قواعد اللعبه، انظمه اللعبه، بهذا الوقت هو خلص مضطر يلتزم بالانظمه ليوصل دوره ويلعب بهي اللعبه. هي اول شغله بتنمي عنده روح الجماعه والانتماء للجماعه، هو ما عاد بيحب يلعب لحاله، بيحب يلعب مع هيك بيقدر يكتسب سلوكيات الاطفال كلياتها. يعني اذا هو عنده شيء نقص باي جهه معينه بياخذها من زميله. نمي عنده الخيال، هو لما عم يشوف زميله عم يلعب هو بيصير بيتخيل حاله انه انا هلا بدي اقوم اعمل هيك، ساوي هيك، ساوي، بفكر، فبحس انه خلص انا بوصل للي انا بدي اياه، اللي انا راضي عنه. طيب استاذه دينا، يعني مثل ما حكيتي حضرتك هي بتفرق بين مراحل عمريه ومراحل عمريه اخرى وانواع الالعاب، خلينا نبلش نحكي اكثر كل مرحله
شو الالعاب اللي بتناسبها من خلال تجربتكم على ارض الواقع مع الاطفال؟ تماما. هلا نحن عم بنهج مونتيسوري، هو من عمر اليوم بيبدا التعلم عن طريق اللعب. بدنا نحط شغله انه التعلم، شو المقصود بالتعلم؟ هو مو اللغات، مو الخبرات الرياضيه، تعلم كل سلوكيات الحياه، كل المفاهيم. فنحن من عمر اليوم، الولد اول ما بيخلق من عمر اليوم لعمر 18 شهر بيكون العاب حسيه، وبدنا ننمي له حواسه. ما بين من عمر 18 شهر لعمر 6 سنين بدنا نبلش ننمي له قدراته العقليه والحركيه. تماما. فكل طفل يعني كل مرحله الى وقتها والى العابها. بنبلش مثلا نحن كاطفال الروضه عنا، نحن بالبدايه بنمشي ركن الحياه الحسيه. دائما نحن بنحاول ننمي له حواسه، حاسه اللمس، حاسه الشم، حاسه النظر، بطريقه يميز الالوان عن بعضها، يميز الروائح عن بعضها، الملمس خشن ناعم، مثل العاب الاكتشاف ممكن نحن نحط بصندوق قطعه خشنه، قطعه ناعم، صوف، ويمد ايده هو بده يكتشف هي شو. فبهي الحاله نحن نمينا له الحواس عنده. بعد فتره بنبلش ننمي له اللغه، نشتغل على موضوع اللغه، وشوي شوي بينطلقوا اطفالنا الحلوين. طيب خلينا نحكي عن عمليه التشاركيه بين فينا نقول الروضه والاهل. يعني لما نقول انا التعلم عن طريق اللعب مو فقط هي بتخلص عن هون باب الروضه، لا، لازم يكون في عمليه استكماليه من خلال اللعب حتى بالبيت. فخلينا نعرف دور الاهل قديش مهم اليوم اصلا بهي الجزئيه. بصراحه هلا دور الاهل مهم اكثر من دورنا، لانه نحن هلا هيك باخر فتره لقينا انه كثير الاهل عم يتجهوا لموضوع الموبايل والشاشات. صحيح. يعني لحتى الهي ابني وخلص شغلي عم اعطي الموبايل، بس هذا عم يعمل عنا كثير مشاكل نفسيه. فلهيك انا بفضل انه دائما الاهل يختاروا الالعاب المفيده لاولادهم، مثل الالعاب المهن، الالعاب الليجو، كثير بعتبرها لعبه مفيده للطفل. طيب كمان اليوم مو بس اختيار اللعبه، كمان طريقه متابعه هذا النظام او هي الاستراتيجيه ليكون في تكامل بين دور الاهل بالبيت ودور المدرسه او الروضه. تمام. اليوم انتم اكيد على صله مع الاهل، بتشوفوا تطور الاطفال، يمكن يكون في طفل بقلب الصف مختلف ادراكه وطريقه تعلمه عن اطفال الاخرين. خلينا نحكي شوي هيك عن التفاصيل اللي بتشتغلوا فيها مع العائله والاطفال. هلا نحن بشكل دائم في تواصل بيننا وبين الاهل لاي حاله طارئه. يعني انا كثير احيانا يحكوا معي انه ابني متغير، حالته النفسيه مو كذا، اجى اخ جديد كثير مزعوج. فنحن عن طريق اللعب، عن طريق مسرح الدمى، ممكن نحكي قصه بتمثل شخصية هذا الطفل، بس لا باسمه، حتى إذا كان صبي بنحولها لبنت بتمثل شخصية هذا الطفل، ونحاول نساعد الأهل لحتى نوصل للشيء المطلوب دائما. أكيد بدنا نشكرك بالختام على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها دينا حمشي. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. أما هلا نور لوين رح نروح؟ هلا نروح لمحافظة اللاذقية لنتعرف على مشروع نحلة لعدد من طالبات جامعة تشرين بالتقرير التالي. تشكيلات بألوان ولوحات مختلفة وبأبسط الإمكانيات. خمس طالبات من جامعة تشرين باللاذقية يطلقن مشروع نحلة يتشاركن من خلاله الهواية والشغف. من فترة كم شهر بلشنا أنا ورفقاتي بمشروع اسمه نحلة هاند ميد. كان الفكرة منه أول شيء أنه نحن عنا هوايات وهيك وشغل، فحابين نحن نفرجي العالم شغلنا. بعدين بظل الواقع الصعب والمحاضرات ومصاريف الجامعة، فنحن بحاجة أنه ندور على شيء تاني يعيلنا. فبلشنا عملنا جروب على الفيس اسمه نحلة هاند ميد، وصرنا ننزل عليه شغل، خرز، اكسسوارات، خشب، هدايا بشكل عام. يعني كتير افكار مميزه وغريبه ما انا كثير معروفه هون عنا. وبعدين تطور شوي، انه اول شيء بلشنا بعدد كثير قليل، بعدين شوي شوي عم يكبر الجروب وعم يتطور الشغل. كل واحد عنده فكره معينه، مجال معين لشغله هيك، بس كلياتنا مع بعض نكمل بعض بالفريق. يعني هذا الشغل انا عم حاول وازن بين دراستي، فانه بحاول يعني دائما انه وقت الدراسه لحال ووقت الشغل لحال. بس في يعني مرات بصير ضغط، خصوصي بفتره الامتحانات وهيك، فبصير انه اجل شويه طلبات لحتى
وازن بين الاثنين وهيك. شغلنا نحن بلشنا بحب، كنا عم نشتغل شيء لنا، بعدين تطور لحتى عندنا جروب على الفيس سمينا كمان نحلة. كتير صار في إقبال، كتير صار هالإقبال الكبير عطانا حافز إيجابي لنكمل بالشغل ولنشتغل أكتر لحتى نعرض قطع مميزة. شنو الصعوبات اللي كنا كتير نواجهها؟ إنه ما نلاقي مواد أولية، كتير قليل الغراض فيه، فمع هيك قدرنا نتجاوز كل هاي الصعوبات، قدرنا نأمن بدائل، وسائل بديلة، إنه بأي طريقة نأمن القطعة ونعملها. بحب أوجه رسالة لكل الصبايا إنه كتير في وقت ضايع فينا نستغله، بأي شيء نحنا منحبه ونعمل قطع نحنا ظريفة منحبها ونلبسها كل يوم. بالأيام الجاية بتمنى إنه المشروع يكبر أكتر من هيك، يتوسع نطاق سوريا أكتر، ويكون هو المكان الظريف اللي أي حدا بيقصده بيلاقي طلبه فيه. الطموح جمع بينهن ليتقاسمن الأفكار والعمل وينشئن مشروعا خاصا بهن يحقق الهدف والذات. أما هلأ بننتقل لحطتنا التالية. صحيح نور، كنا عم نحكي تحت الهواء أنه اليوم رح نحكي هيك حديث شوي مقرب من الناس وشاشات البيت. بنعرف كل الناس بتجتمع برمضان على شاشة التلفزيون لحتى تتابع الدراما الموسم الرمضاني، كل سنة بيشغل بالنا من قبل ما رمضان يهل علينا، حتى الآن صار عادة ملازمة للكل أنه نتابع مسلسلات الدراما. الدراما السورية خلال هذا العام كيف كانت؟ كيف الأصداء؟ طبعا الشارع السوري له آراءه، النقاد لهم آراءهم، أيضا الوسط الفني له آراءه، وساحة أخرى أيضا اليوم صار ينظر لآراءه بشكل واضح واللي هي ساحة مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيكون فيه عليها كثير من التحليلات والتفسيرات سواء اختلفنا أو اتفقنا معها. فاليوم رح نحكي عن الدراما. أكيد سلمى، والدراما السورية إلى حصة كثير كبيرة بقلبنا، يمكن هي مساحة الترفيه والتسلية لإلنا خلال شهر رمضان المبارك ضمن الظروف الاقتصادية والضغوطات اليومية اللي عم نعيش. والجميل اليوم لما تنتقد دراما بتعطي مساحة، يعني نحن لما بلش شهر رمضان المبارك ثالث يوم أو رابع يوم بلشت العالم تعطي رأيها، لا نحن عم نحكي بالعشر الأخير من شهر رمضان المبارك، يعني أكثر من 20 يوم، فصارت الرؤية واضحة أكثر. الأعمال الدرامية حاضرة بقوة، النجوم السوريين ضمن الإمكانيات موجودة، قدموا فعليا أعمال وأداء رائع، بنوجه لهم تحية فردا لكل فنان سوري أو فني سوري اليوم عم يشتغل ضمن ظروف صعبة بالبلد استثنائية. لنحكي عن الدراما السورية هي السنة بشهر رمضان المبارك مع ضيفنا العزيز الصحفي وائل عدس المختص في الشأن الفني. سعد صباحك. صباح الخير نور، بعد زمان. رمضان كريم. رمضان كريم صباحك. لأننا سعدنا نقول بقى كل عام وانتم بخير جدايد. اسبوع زمان رمضان ركض ما شاء الله. يسعد صباحك وائل، يعني الزميل الصحفي وائل والمهتم والمختص بالشأن الثقافي والشأن الفني. اليوم فينا نقول انه رح احكي شوي اكثر بصراحة، بعد 20 يوم او 21 يوم من شهر رمضان المبارك صار فينا نقول كيف عم تقرأ حاليا بالوسط الصحفي ما يقال عن الدراما السورية، ونبلش شوي موسم السنة موسم حافل من الأعمال الاجتماعية والدرامية وغير من الأعمال، حتى الأعمال المشتركة أيضا السورية. تماما. هلا أنا مبارح كنت هيك بجولة سريعة على بعض التطبيقات الإلكترونية والمنصات باعتبار الكهرباء ما في، ما عم تساعدنا، فالمشاهدين أغلبهم عم يتجهوا باتجاه المنصات على الإنترنت. صحيح. عم شوف مبارح أنا منصات خليجية بصراحة، وفتت شفت إنه كل الآل السورية المعروضة على هذه المنصات تحتل المراكز الأولى. صحيح. يعني مبارح عم شوف على أبرز منصة بالوطن العربي مسلسلين سوريين أول ثاني، منصة أخرى إماراتية عم شوف مسلسل سوري يحتل الصدارة. إذا كالعادة الدراما السورية تحصل على أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. هالسنة قل عدد الأعمال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. صحيح. يعني بتعرف مسلسلات بكلف مليارات. صحيح. الليرات. قل العدد نوعا ما، ولكن النوعية ارتفعت. نحن عم نشوف خلال سنوات الحرب تدريجيا دراما السورية تستعيد عافيتها، عم نشوف هالسنة نوعا ما وصلت تألقت.
تألقت وصلت إلى أعلى درجات التميز خلال سنوات الحرب. وصراحة ما في بلد بيعيش حرب 12 سنة قادر على إنتاج هذا الكم من المسلسلات. كثير راهنوا على بين قوسين سقوط الدراما السورية، ولكن الدراما السورية أثبتت أنها دراما قوية مبنية على أسس متينة تمرض ولكن لا تموت. والدليل عم نشوف هاي السنة نجاح عدد كبير من المسلسلات بمختلف الأنواع، وخاصة المسلسلات الشامية على غير عادتها هالسنة. هذا اللي بدي أسألك عنه، عم نضربطها صحيح. هذا اللي بدي أسألك عنه هلأ. بيكبروا القلب كل الأعمال الدرامية والعاملين فيها، إن كان نجوم ولا فنانين، لأنه بيعطوك مساحة فعلياً إنه نحن فعلياً ضمن ظروف صعبة اقتصادية معيشية، إمكانيات حتى بالتنقل وطريقة التواصل عم يقدموا شيء كثير مهم على مستوى ناس متقدم لها كل شيء. يعني عم تحكي عن دول عندها كل الإمكانيات العالمية العالية، بس لما نقول البيئة الشامية، يعني نحن عصرنا نقول ما لنا خلق محضر شامي، بيجي عمال بيحط حاله عليك صحيح هيك تحضر مشهد صغير بتقول لا بدي تابع. اليوم عم نشوف البيئة الشامية حاضرة هي السنة بشكل كثير كبير. عم نحكي عن حارة القبة، زقاق الجن، هلا العربجي فينا نقول حدوته شعبية، يعني لكن ضمن إطار البيئة الشامية لا تندرج بشكل كبير تمام. بس عم نشوفها حاضرة بقوة حتى عبر المحطات العربية أكيد. اليوم مثل كل سنة الأعمال الشامية تحصد العدد الأكبر بعدد القنوات العارضة. هاي السنة تختلف الدراما السورية عن كل سنة، بعيدا عن الزعامات والعقداء عقيد وخناجر والقصص المعتادة في البيئة الشامية. عم نشوف هي حكايات اجتماعية متخيلة مفترضة تصلح لأي زمان ومكان، يعني فيك تشيليها من إطار البيئة الشامية، ممكن تعرضيها كمسلسل اجتماعي معاصر تختلف بس البيئة يعني فقط. فهي السنة لا، عم نشوف انه في حكايات محبوكة بطريقة عن جد، يعني انا تحية لكل كتابنا يعني يعطون الف عافية. عم نشوف في ضخامة بالإنتاج، هي الضخامة خلال السنوات السابقة ما كانت موجودة. عم نشوف راجيا أعمال على مستوى مبحبحين إيدهم شوي، والله مو شوي كثير كثير، بس هذا الشيء رجع لأنه شفنا إنه عم ينعرضوا على كبرى القنوات العربية، حتى القنوات اللي قاطعت الدراما السورية خلال 12 سنة هاي السنة صح عرضت دراما السورية، لأنه بالنهاية المشاهد العربي ما له غنى عن الدراما السورية صح. حتى المصوتين كإعلانات، نحن إذا بنشوف مسلسل سوري على أكبر قناة بدون ما أذكر أسماء، على أكبر قناة بتشوفي إنه أعلى نسب الإعلان هي ضمن المسلسل السوري، رغم فارق الإمكانيات الكبير والكبير جدا 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 بين الدراما السورية والدراما اللبنانية والمصرية والخليجية. ما يدفع بالدرامات الأخرى أضعاف مضاعفة مما يدفع في الدراما السورية. ما في مقارنة. شوفي أجر الممثل السوري خارجيا هو 10 أضعاف، والله لا أبالغ، 10 أضعاف ما يتقاضى ضمن الدراما السورية. ورغم هيك عم نشوف إنه بيحكي رد عن البيئة الشامية هالسنة، استقطبت عدد كبير جدا أهم النجوم من نجوم الدراما السورية، على رأسهم سلوم حداد، عباس النوري، باسم ياخور، شكلان مرتج، أمل عرفة، سوزان نجم الدين في المرة الأولى، صفاء سلطاني. عم نشوف نجوم كتير كبار كانوا بعيدين عن هذا النوع نوعا ما، يعني مثل سوزان نجم الدين المره الاولى ترتدي العباءة الشاميه بمربى العز، بس انه انت تقدري تحتضني كل هذا العدد الكبير من الممثلين ضمن هي نوعيه من الاعمال، انا بشوفه انه انجاز كثير كبير. نسيت امل عرفه، انا اسف اذا نسيت اسماء، بس لانه الاسماء كثيره هالسنه عم نشوفها ضمن هي البيئه. ليش تصدرت البيئه الشاميه؟ عم نشوف تراجع بالاعمال الاجتماعيه، بعض الاعمال ما نعرضت لاسباب، منها مسلسل كانون اللي ما انتهى من التصوير. ومال الابان ايضا تاخر بالتصوير من كم يوم كمان انتهى التصوير، مع انه يعني شفنا تجربه، يعني التجربه العربيه في كثير مسلسلات انعملت السنه 15 يوم، يعني كان في عنا اول 15 يوم برمضان لمسلسل واختاروا صناع عمل مثلا هي الدراما العربيه شفناها بالمصريه بالذات انه ينزلوا بثاني 15 يوم بمسلسل اخر. الحدوته القصيره عم نشوفها برا رمضان اكثر من جوا رمضان، يعني هي السنه كانت اول مره ينعرض هذا النوع من الاعمال الدراميه اللي هي الحدوته 15 يوم او 8 حلقات او 10 حلقات، مثل واخيرا مثلا هو كان عمل مشترك، هو هذا المسلسل بالاصل مكتوب على اساس انه هو 15 حلقه صحيح. ما فيك عمل مكتوب على اساس 30 حلقه يضغط ليصبح 15 حلقه، خساره كثير كبيره لشركات الانتاج. بس احنا عندنا مشكله دائمه انه شركات الانتاج تتاخر في التصوير، يعني تخيلي مثلا من يومين انتهى تصوير خريف عمر، مسلسل
نخرج رشا شربتجي مربى العز اليوم اخر يوم تصوير. اربع اعمال كان زنت الى الان زال يصور، يعني احنا دائما متاخرين دائما راغبين للحه. على فكره الكل مو بس نحن، يعني حتى نحن اكثر هي ظاهره عنا اكثر على السوشيال ميديا. عم نشوف بعض الممثلين العرب ايضا عم بينزلوا كواليس لاعمالهم لساتها مستمره. بشكل عام هذا الشيء غلط، يعني على مبدا بصير العمل سلوى مثل ما بيقولوا، يعني ما تكونوا مضطرين، خذوا وقتكم انتاجيا ترتاح، الممثل بيرتاح اكثر ليعطي اداء افضل. بس رغم هيك هلا الحمد لله يعني عم نقدر نلحق، لانه هذا بسبب احراج الحلقه عم تمعرض وانت بنفس الوقت عم تصور، لازم تصور تمنتج وفورا تبعث، لازم تكون بنفس السويه يعني اللي قدرتها. ما في وقت للتفكير ابدا، فورا صور فورا للقنوات، القنوات ما بتقدر تستنى انه العمل خلص على الهواء. طيب خلينا نحكي معك وائل عن الاعمال الدراميه اللي بتشوفها فعليا هامه هي السنه، يعني ذكرت انه فعليا اغلب الاعمال السوريه هي اذا فينا نسميها ضمن التسميات هلا الدارجه ترند او هي النمبر 1 على المنصات العربيه والعالميه. انه اللي بيستوقفك انت كصحفي وانت اساسا صلت عمر وسنوات بالشأن؟ لا بس مو كثير كبير يعني طويل، يعني شوي سنوات. خلينا نحكي شو المهم هي السنه. خليني اول شيء انا استبعد الاعمال الكوميديه، لانه نحن عندنا مشكله على ما يبدو بالمسلسلات الكوميديه، الكوميديا السوريه يعني ما في نص حتى انتاجيا عندنا مشكله فيها. بعتقد الكوميديا السوريه بحاجه الى اعاده هيكله، لانه نحن بالزمن الذهبي للدراما السوريه بنلاحظ انه الاعمال الكوميديه كانت دائما تتصدر، وين عليك خمس نجوم جميل وهنا، الاعمال اللي تصدق لها النجم الكبير ايمن زيدان ضيعه يمكن بعد مسلسل ضيعه ضيعه عكسنا اعمال ناجحه 100% تماما يعني. فالكوميديا السوريه بصراحه نوعا ما قلت نوعا وكما استبعدتهم هدول المسلسلات. اعمال البيئه الشاميه انا يعني انا بقول اربع من اصل خمس اعمال بصراحه كانوا على مستوية عاليه جدا. مثل باب الحاره، باب الحاره بصراحه في يعني تدني بالمستوى ويعني تدني رهيب لا يصنف للاسف يعني بصراحه. وانا كنت مع ايقاف هذا المسلسل وهو كان مسلسل شعبي، ولكن هسه عم نشوف انه قنوات العرب قنوات محدوده، اذا حتى المشاهد او القنوات العرب لم تعد تطلب، خاصه بغياب نجوم المسلسل الاصليين بين قوسين الاصليين، عباس النوري، صباح الجزائري، وائل شرف، ميلاد يوسف، وبقيه مصطفى الخان وبقيه النجوم، محمد خالد جراش وكرام مرتجى. تمام، فنحن عم نشوف حتى انتاجيا النص، القصه، نوعية الممثلين، مع احترامي طبعا الشديد للممثلين الموجودين حاليا، ولكن المشاهد اعتاد على ممثلين محددين، ما فيك انت فجأة تجي تنسفي كل ما بني بعشر اجزاء لتبدأي عمل جديد. مسلسل اخر مسلسل اخر، انا كنت مع هذا المسلسل يسمى غير باب الحارة، ونقول انه هذا عمل جديد لا علاقة له بباب الحارة، ممكن يحقق نجاح كثير كبير، ولكن ما دام اسمه باب الحارة فهذا الشيء عم يعطي انطباع سلبي فورا انه احنا صرنا الجزء 13 باب الحارة ليس لديه اي جديد يقدمه للمشاهد، نفس الحكاية، تكرار بالسيناريو، صراع، ما في بصراحة تكرار فظيع يعني. بالمقابل عم نشوف اربع مسلسلات شامية قوية جدا، مربى العز، العربجي، ازقاء الجن والجزء الثالث من حاره الاب. لافت انه الجزء الثالث من حاره الاب رغم انه صار الجزء الثالث ولكن ما زال يحصد النجاح، ليش؟ لانه هذا العمل بالاصل مكتوب على انه خمس اجزاء، لم يعتمد على نجاح جزء والاتكاء عليه لانتاج جزء جديد، لا هي الحكايه بالاصل خمس اجزاء. بقيه الاعمال قلت لك عليهم ثلاث اعمال فعلا ملفتين للنظر، عم يحققوا نجاحات كثير كبيره. شوي بقى بنروح هيك باتجاه الاعمال الاجتماعيه، عم نشوف مسلسل الزند عسر الدنيا، صحيح النجم الكبير تيم حسن عودته للدراما السوريه كانت عوده محموده جدا، غياب 12 سنه وانشغاله بالدراما العربيه هالسنه عم نشوفه عم يرجع، وعم يرجع معه هالنجاح الكثير كبير اللي عم يحققه، وتحيه لكل كادر العمل بصراحه، عم نشوف عمل يعني للمخرج سامر برقاوي طبعا اكيد يعطيهم العافيه، هذا الشيء صحي جدا يعني عم نشوف نجوم جداد، يعني المميز الحقيقه بالزند انه مو بس شخصيه تيم هي الشخصيه البارزه بالاداء، وان كان هو وجوده طاغي بالعمل جميع، لكن كل الممثلين حتى الوجوه الجديده تمام. عم نحضر تمثيل حقيقي، عم نشوف شخصيه بس هذا مو بس بالزند، صدقيني بكل المسلسلات بنشوف بمربى العز وبالزند اكثر شيء استقطابا للمواهب الشابه، يعني المواهب الشابه عم تأدي بطولات مثل نجوم الصف الاول عم ينجحوا، الدراما السوريه ولاده يعني مثل كل سنه،
بس انه انت تخرجي هذا الكم الكبير من النجوم الشباب إضافة إلى إعادة نجم بحجم تيم حسن إلى الدراما السورية، هذا الشيء كثير مهم. أتأمل من كل نجومنا يرجعوا للدراما، الدراما هي الدراما السورية هي اللي نجحتهم، هي نجحتهم، هي اللي منحتهم الشهرة، وبالنهاية هذا بيتهم يعني. إن شاء الله يعني الحمد لله بنشوف إنتاجات أكيد أجمل أكيد وأجمل. بس بحكي كمان عمل مقابلة مع السيد آدم، تأخر الجزء الثاني سنتين، ولكن شفنا بالجزء الثاني كمان عم يقدر يحقق نجاح بنسبة عالية، نجاح كثير كبير، هو على التطبيق اللي عم نعرض عم يحتل المرتبة الأولى، عمل بوليسي بإطار التشويق والإثارة، كمان حافظ على نجاحه يعني نوعا ما بين قوسين. هالدراما السورية إن شاء الله استعادت مكانتها إن شاء الله. اكيد بالختام حابب تضيف شيء محكي والله حابب هيك اول شيء عايط لهم يعني بعد اسبوع ان شاء الله العيد لام انتم بخير والدراما السوريه كمان ان شاء الله تضل بخير بكل ما تملك من فنيين وفنانين ومخرجين وكتاب ومنتجين ايضا. كل عام وبلدنا ان شاء الله بألف خير، قائدنا بألف خير، شنا بألف خير، السوريين جميعا ان شاء الله بألف خير. شكرا لك، ونحن بنكون سعيدين بوجود حضرتك معنا لانك انت صحفي من الوسط بتحب تضيء دائما عن النقاط المضيئه من دون ما ننقد نقد بغير محله، بالعكس نحن دائما نتشارك وجهات النظر معك. شكرا كثير لكم، الاخباريه اكيد بيت الثاني. اكيد نتشكرك، نتمنى لك التوفيق، وكمان نرجع بالختام نوجه تحيه لكل الفنانين السوريين والفنيين السوريين، كل الكوادر اللي كانت موجوده على الارض عم تقدم اعمال فعليا مثل ما قلت على مستوى عالي اليوم، فمشكورين على هذا المجهود الكبير، يعطيك الف عافيه. شكرا شكرا. شكرا لك. ما هلا نور رح نروح لمساحتنا التاليه، واقامت منظمه طلائع البعث مؤتمرها السنوي ضمن صاله اتحاد العمال في المدينه خلال جلسه عقدتها بحضور اعضاء قياده المنظمه ومحافظ درعا وامين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي. تفاصيل اوفى بتقرير مراسلنا. في مدينة درعا أقامت منظمة طلائع البعث مؤتمرها السنوي خلال جلسة عقدتها بحضور أعضاء قيادة المنظمة ومحافظي درعا وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي. هلا نحن كأعضاء قيادة منظمة كنا كثير سعداء بالطروحات اللي تقدموا فيها رفاقنا الطليعيين في هالمحافظة، وندل على شيء بدل على وعي وعلى مقدرة على التعبير عن مشاكلهم الكثير من بعض المقترحات، وراح نعرضها ان شاء الله على قياده المنظمه. طبعا المؤتمر السنوي هو نتاج كافه نشاطات فرع درعا لطلائع البعث بكافه المكاتب، التربيه التقنيه، الفنون الجميله، المسرح والموسيقى، الرياضه، المعسكرات، وفيها نتاج عمل هذا الفرع. يتم طرح بعض القضايا التي تهم الطفل، العمل الطليعي، العمل التربوي، من حيث الدورات التخصصية، النشاطات التي تقيمها منظمة طلائع البعث. أنا اليوم كنت موجودة بالمؤتمر وكان مؤتمر كثير حلو. طبعا أنا وجهت أسئلة لبعض المشرفين. حبينا نشارك بالرواد وننجح ونصير عندنا مواهب، قررنا أنه نأخذ موهبة ونشوفها يعني نطلع فيها وبعدين انه فزت بالرواد ونجحت وفزت على مستوى القطر. مقترح التالي: تزويد مدارس الانشطه الطليعيه بالالات الموسيقيه واجهزه الحاسوب والادوات الرياضيه. تركزت الجلسه على نقاشات ومقعات قدمها الطليعيون من مختلف المدارس الحكوميه تصب في الجانب الخدمي من تحسين المرافق المدرسية وغيرها من المطالب التي تخص المشرفين والرواد الطليعيين وتكريم نخبة من الرواد الطليعيين الأوائل. مرح المقداد، الإخبارية السورية. ننتقل لمساحتنا الأخيرة لليوم، نسلط الضوء على عمل المستشفيات والجهود الكبيرة اللي عم يقوم فيها الكادر الطبي ضمن مستشفياتنا، وخصوصا العامة اللي هي بتقدم جميع الخدمات الطبية مجانا ومن عرقها مشفى المجتمع.
اللي تم تأسيسها عام 1947 عم تقدم الخدمات مجانيا على مدار الساعة. تم استحداث عدد من الأقسام ومستمرة عملية التوسيع في المشفى. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أحمد جميل عباس، المدير العام للهيئة العامة لمستشفى دمشق المجتهد. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يا هلا وصباحكم سعيد. صباح الخير دكتور. صباح الخير. ورمضان كريم ينعاد عليك وعلى الجميع يا رب. على الجميع إن شاء الله، وأعياد مباركة ببركة خيرات السماء اليوم. أكيد. أمطار الخير. أكيد أمطار الخير يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني نحن بنعرف إنه مشفى المجتهد هي من المشافي الحكومية اللي بتقدم خدمات كتير مجانية لكل الناس. خلينا نحكي عن أبرز الخدمات اللي بتقدمها وأيضا أبرز الأقسام الجديدة اللي تم استحداثها ضمن المشفى. هلا مثل ما بيعرفوا الجميع، مشفى دمشق مثل ما تفضلت في المقدمة هي من أعرق مشافي وأقدم مشافي دمشق. طبعا بتقدم كل الخدمات باستثناء شغلتين، هن التوليد النسائية والتوليد وجراحة القلب، هن فقط مو موجودين بالمشفى. باقي الخدمات كاملة تقدم بكل جودة على مدار الساعة. طبعا عن الإسعاف الحديث، هو آخر قسم تم افتتاحه، هو إسعاف متكامل يضم عدة وحدات ضمنه. يعني أنا بقول لهم أحيانا للعالم إسعافنا هو مشفى مصغر. صحيح. بصراحة هو يضم إسعاف جراحي، إسعاف أطفال، داخلية، عناية مشددة، إسعافية، إنعاش، وحدات مراقبة. فهو إسعاف متكامل يقدم الخدمات على مدار 24 ساعة وبجودة عالية. طبعا في عنا كان، هي مو حديث بس، كان في أسباب تقنية للكرة القلبية كمان هلأ حديثا من عدة أشهر تم المباشرة بعودة إجراءات القسطرة القلبية والخدمات التوسيع والشرايين. فنحن في عنا الجراحة العصبية طبعا كمان من الأقسام اللي عنا المميزة على مستوى القطر والمنطقة بعدة عمليات. في عنا من فترة الماضية عملية جراحة فكية كمان كانت عملية نوعية على مستوى العالم حتى بجودتها وبتقنيتها. العملية استغرقت حوالي 8 ساعات وسطيا. فمشفى مستمر رغم صعوبة الظروف، رغم الأوضاع الصعبة اللي نعاني منها، ما زلنا نقدم كافة الخدمات على مدار الساعة بشكل مجاني أو شبه مجاني. أحيانا في بعض الإجراءات، بعض التداخلات بتكون مأجورة، بس طبعا أجور رمزية. بس الخدمات الإسعافية، إسعافنا على مدار الساعة هو 100% فري، مجانا بالمطلق. طيب كنا يعني حكينا بالبداية أنه مشفى المجتهد هي من أعرق وأقدم المستشفيات. الجميل هي مواكبة التطور وأحداث أقسام جديدة ضمن المشفى للحصول حتى على الأجهزة الطبية الحديثة. نحكي الجزئية، تم استحداث أقسام ومثل ما قلت مؤخرا هو قسم الإسعاف، انعكاس عملية يعني استحداث هيدا القسم وعلى الناس. يعني اليوم بنقول الإسعاف فعليا هو مشفى مصغر، ففي يمكن كمان ضغوطات كبيرة ومجهود كبير على الكادر الطبي، بنوجه له تحية كتير كبيرة اليوم. لا شك قربت نحن نعاني من ضغوط كبيرة، يعني وسطيا نحن بإسعاف الجراحي عنا تقريبا 1000 مريض يوميا. عم نحكي يوميا عنا 1000 بالإسعاف الجراحي فقط، وقدهم تقريبا بإسعاف الداخلية، وأقل حوالي 200-300 بإسعاف الأطفال. هدلهم يوميا مراجعين بشكل يومي. طبعا إسعاف الجراحي متنوع بين الجراحات البسيطة حتى الجراحات المعقدة، حوادث سير، الردود الدماغية، النزوف الدماغية، الكسور العظمية، العمليات تكون معقدة، الإنعاشات، نرجع نقول الإنعاشات، مرضى اللي عقابيل الحوادث أو مشاكل جراحية اللي تعاني منها. فالقسم قدم كتير خدمات. سابقا كان الاستطاعة اللي ممكن بالعف القديم حوالي 500 مريض. هلا برجع بقول نحن وسطيا عم يراجعنا 1000 جراحي و1000 إسعافي، يعني حوالي 3-4 أضعاف الطاقة الاستيعابية القديمة اللي كانت تراجع المشفى سابقا. لا شك هذا بده
بده كادر بده هاي، والحمد لله كوادرنا موجودة وعم تأدي واجبها على أكمل وجه. يعطيكم ألف عافية دكتور. يعني نحن بنعرف أنه خلال السنوات الماضية القطاع الطبي من القطاعات اللي تأثرت كثيرا، إن كان بالمواد والمستلزمات والحصار الاقتصادي الجائر اللي عم تعاني منه سوريا وما زالت عم تعاني منه، اللي عم يؤدي لنقص ببعض المواد الأساسية، ولكن ما بتوصل لحد الفقدان 100%. بعض الأخبار أحيانا كانت تتناول أنه مشفى المجتهد لا يوجد فيه مستلزمات طبية، عندنا نقص حاد. حقيقة هاي المعلومات خلينا هيك نحكي بصراحة، لأي درجة قدرتوا تواجهوا هذا الحصار ولأي درجة تأذت طبعا هاي القطاعات الطبية؟ لا مثل ما تفضلتي، لا شك موضوع الحصار والعقوبات، ومؤخرا نحن سابقا ما كانت من أول السنة نحن أضيفت مشفى المجتهد لقائمة المؤسسات السورية اللي خاض على قانون ما يسمى قانون قيصر للعقوبات، فنحن من أول السنة صرنا معاقبين رسميا. سابقا كنا بشكل غير مباشر، يعني كان في صعوبات بإصلاح بعض التجهيزات، بإصلاح بعض المواد اللي عندنا في صعوبات. العقوبات الجديدة اللي انضافت هلا قبل العقوبات، ما نحن من الأساس متأثرين بشكل غير مباشر. لا هلا صار بشكل مباشر للأسف، هي المشفى صارت بشكل مباشر داخل من العقوبات، بس لا قبل حتى ما يضاف اسمنا كمشفى المجتهد للعقوبات كنا نعاني من عدم إمكانية مثلا صيانة بعض التجهيزات بالشكل المناسب والتوقيت المناسب، نعاني من عدم إمكانية تأمين كان للمستلزمات، ولكن والحمد لله يعني أوكي كان في صعوبات، ولكننا لم نعاني من فقد، يعني كان في أحيانا اختناقات تستمر أيام، وبمساعدة الجميع طبعا الوزارة مشكورة كانت تساعدنا، المنظمات الأهلية كانت تقدم مجالة للمساعدة، فلا نحن الحمد لله ما زلنا نقدم كامل، يعني ما صار في أي خلل بعمل أو آلية النتيجة. يصير بعض الاختناقات بعض الصعوبات، الحمد لله بهمة الجميع بهمة الكوادر المشفى كمان صراحة من فنيين وأطباء، يعني حتى الفنيين كانوا عم يشتغلوا بطاقات قصوى ليصينوا الأجهزة بشكل بتكلفة قليلة بشكل سريع، متجاوزين العقوبات متجاوزين آليات الإجراء، يعني نحن في بعض التجهيزات يفترض تستورد من خارج القطر، والشركات ما بتسترجي للأسف الشديد تبعث لنا إياها كان بشكل مباشر لأنه خوفا من العقوبات، ففنيين مشكورين والله يعطيهم العافية كانوا يقوموا بإصلاحها أحيانا بالقطاع الخاص على مسؤوليتهم، على المهم الجهاز ما يتعطل فترة طويلة ما يوقف فترة طويلة، فلا الحمد لله نحن رغم الصعوبات رغم المشاكل ما زلنا نقدم، ما صار عنا أي خلل، يعني في بعض المشافي أنا بعرف صار مثلا إيقاف العمليات الباردة يوم أو يومين بالأسبوع نتيجة ضعف بعض الأدوية أو ضعف بعض النقص بعض الكوادر، نحن أبدا ما صار عنا هالشي، بالعكس ما زلنا نقدم الخدمات الباردة والإسعافية على مدار الساعة وما صار أي تقصير. الجدير بالذكر أنه رغم كل الظروف اللي عم نحكي عنها والضغوطات والحصار، تمتلك مشفى المجتهد تقنيات حديثة وأجهزة طبية حديثة، خلينا نحكي عنها ونضوي عنها في ظل كل هي التفاصيل اللي حكيت عنها. حاول دائما مشفى المجتهد تكون حاضرة تواكب جميع التطورات في المجال الطبي. نعم مثل ما حكينا من شوي، نحن مثلا العملية اللي صارت عملية الجراحة الفكية هي تقريبا فصل نصف وجه وإعادة تصنيعه بشكل كتير كبير، طبعا كان تعاون بين المشفى، هي العملية تمت بالمشفى بس في بعض الإجراءات تم مثلا عملية إعادة هاي ببعض بدة تقنية عالية ببعض الأماكن مساعدة مع مختبرات خاصة،
ولكن تمت العملية كلها ضمن المشفى وبكوادر المشفى وبهمة المشفى. في عنا جهاز الطبقي المحوري حديث تم تركيبه من حوالي 6 أشهر كمان بمساعدة الوزارة مشكورة، تم تأمين جهاز طبقي محوري حديث ومتطور ويقدم خدمات كبيرة جدا. مرجع بقول جهاز الطرة القلبية كان متوقف عن العمل، كمان تم بهمة الشباب ومساعدة الفنيين اللي عنا تم تجاوز بعض الصعوبات لأنه كان في أعطال بالفترة الماضية، وهلأ رجع من فترة قريبة للعمل وبجودة عالية. أكيد يعطيكم ألف عافية. ما فينا كمان ننكر أنه أنتم من الفئات أو المهن اللي هي ما بتعطل ما بتعرف إجازات، نحن دائما أنتم ونحن والجيش وغيرها من المهن ضمن الفقرة جيم مستثنيين من مستثنيين من العطل. حاليا جهوزية رمضان وأيضا نحن على أبواب العيد، فنحكي عن جهوزية المشفى خلال هاي الأيام. لا شك نحن دائما يعني مثل ما تفضلتي بالأعياد أو خارج الأعياد نحن جاهزين، استنفار 24 ساعة. للأسف نحن بتزيد بعض الحوادث بعض الإشكالات بفترة العيد، فنحن بيكون عنا استنفار أكثر من غيرنا لأنه بعض الحوادث بتزيد، السقوط، حوادث السير، مشاكل الأعيرة، الألعاب النارية، كلها هي بتؤدي لزيادة بعض الحوادث اللي بتراجع الإسعاف. فنحن منغطي هذا بجداول مناوبات تشمل كافة الأعياد طبعا، حتى العمليات تكون في عنا برامج عملية. يعني نحن برجع بقول ما فينا نوقف، مستحيل نحسن نوقف، فلا دائما نحن جاهزين، برامجنا جاهزة، مشفانا جاهزة لتقديم كافة الخدمات في كل الأحوال. يعني مشكورين على الجهود اللي عم تقوموا فيها، تحية كبيرة لكل الكوادر الطبية في مشفى المجتهد وفي جميع أنحاء دمشق والمحافظات السورية على المساحة الجغرافية، لأنه ضمن مثل ما قلنا الإمكانيات الموجودة والحصار اللي نحن عم نعيشه عم تقدموا الخدمات الطبية على مدار الساعة. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور، يعطيكم العافية، حياة مباركة على الجميع. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير وانت وسوريا بخير. يا رب. شكرا لك. لهون سبب تكون رحلتنا الصباحية لليوم كانت منوعة بتضمن محطات عديدة صحية طبية فنية واجتماعية. يا رب خلال ساعة وشوي من الوقت نكون خفاف على قلوبكم. ملتقانا بكرة على شاشة الأخبارية بالتوقيت، لكن مع بيست أوف على أهم محطات رحلتنا الصباحية خلال الأسبوع. أكيد نور، بدي أتمنى بقية نهار كلياته راحة وخير وصحة لكل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا. ما زلنا عم نسمع أصوات الأمطار والخير حوالينا، طبعا هذا المنخفض مستمر لعد أيام حسب الأرصاد الجوية ما صرحت. الله يبعث الخير لبلدنا، هاي المطرة مطرة نيسان اللي بتحيي قلب الإنسان، إن شاء الله تحيي قلوبنا وتضل بيوتنا عامرة بالخير والرحمة والمغفرة. ولا تنسوا فينا نساعد بعض مهما كانت الظروف صعبة. ضلوا بألف خير. باي باي. إلى اللقاء. باي باي.